شفتي خالتي؟ شفتي؟ شفتي انتي بعد؟ اي انا قاعده اشوف. تشوفين اللي اشوفه منو قاعد؟ اي فوق شين قوات عينه والله. وي عيوسه النار من السحوره. وي وي لا تقط لنا سحر بعد في البيت. خالتي لو سمحتي احترمي نفسك، انا ما اسمح لك. تخلخلت احنوتك. لا تقولين خالتي، كم مره اقول لك لا تقولين خالتي. هذه اكيد اللي مشيشتش علي. اي اي حبيبتي انا اللي مشيشتها عليك، وتبيني اكد شلون؟ واي انا قلت ادب واجب احسن الحق علي. منو قليله ادب كنتي حور؟ شوفي انا الحين باكد لك المعلومه. لا تقولي قليله ادب، لا تقولي قليله ادب. احسن الحق فاهمه؟ شو قمه يا شو فيك انت ثانيه؟ واي يا زهن واي صاير طقتني كسرت ايدي. ليش طقتني انت؟ كذابه زهن انتم تطقوني. وبعدين وياكم؟ انا كذابه تقولين عني كذابه؟ ما لك عليك يا حظي تقول عن امك كذابه واقف كذي سو شيء. طبعا لا، ما جيت امي تجبر علي طقتني طراق. وهذه الخبيثه هي اللي بنت انا يعني بس سكتي سكتي لا تكلمين واي سكتي. والله انا لو بيدي مو طراقات لو بيدي اقطع. يما انت ترضى تطق امك؟ يما ما ارضى ما ارضى، بس ما يصير شي كله مشاكل. انا زهقت خلاص من البيت ودي بس خلاص. يا حور تعالي تعالي اي ما خروح فوق تعالي. والله يا زين طقتني. شوف ذني بس يما 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 خلاص قعد انت ثاني قعدي. شنو شنو قاعدي؟ فوق يلا. شفيك انتي؟ شاكم تهوشي وياهم؟ انا متهوشي معاهم، هم اللي غلطوا علي. شفيك ما تشوفهم شلون يتجول علي؟ انا قاعدة اتبهدل وانهان بهالبيت. شو اسوي يعني؟ شو اسوي؟ امي يعني اطقها؟ امك ثم امك ثم امك. خلاص هذه امي ما اقدر اغيرها. كفو علي جنتي تربيتي. انا كان ودي انك تطقينها من زمان، بس هي سويتي. خالتي انا قلبي محترق. لا يحترق ولا تزعلين نفسك على شيء ما يسوى.